بنكمل مع بعض درس السنتريفيكيشن الجزء الثاني. عايزين نتعرف مع بعض على مواصفة مهمة جدا من مواصفات السنتريفيوج وهي السيجما فاليو. تعالوا نتخيل مع بعض ان احنا عندنا سنتريفيوج. السنتريفيوج ده هيعمل سيبريشن تاسك معينة، والتاسك دي هيعملها برضه سيتلينج تاني. اوكي، فالسنتريفيوج ده الكات دايمتر بتاعه دي بي كات، وبالتالي كيو كات اللي احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فات هتبقى بالعلاقه دي. تمام. السيتلينج تانك اللي هيعمل السيبريشن بروسيس دي هتبقى كيو اللي داخلاله هتساوي التيرمينال فيلوسيتي بتاعت السيتلينج مضروب في الاريا. تمام. طيب السيجما دي هي اريا، ات ذيس بوينت سيجما هي اريا، اعتبر معايا ان هي اريا لحد ما تشوف هي معناها ايه بالظبط. طب ما الايه رقم 2 ده؟ رقم 2 ده احنا اتفقنا ان الدي بي كات او الكات دايمتر بيحصل فيه عمليه فصل لنص البارتكلز، فانا هفترض ان انا كان انا هنا مدخل الكيو بتاعتي هي ضعف الكيو اللي يقدر يحصل لها سيبريشن، فعندي هنا في رقم 2. يبقى المعادله دي معناها ايه؟ معناها ان السيبريشن اللي هيحصل في السنتريفيوج هو نفسه اللي هيحصل في السيتلينج تانك اللي الاريا بتاعته سيجما. يبقى انا عندي سنتريفيوج معين بيشتغل اندر كونديشنز معينه، لو انا مش هستخدمه وهستخدم سيتلينج تانك هحتاج الاريا دي في السيتلينج تانك. يبقى الفي تي او التيرمينال فيلوستي هحطها بقانون ستوكس، وبالتالي هتطلع لي قيمه سيجما بهذا الشكل، اوميجا سكوير باي بي ار 2 سكوير ناقص ار 1 سكوير على 2 جي لن 2 ار 2 على ار 1 زائد ار 2. طبعا الجي جت من البي تي اللي هي التيرمينال فيلوستي بتاعه البارتكلز اللي هتنزل في السيكلر. تعالوا كده نبص على الجدول ده. الجدول دي مديني انواع للسنتريفيوجز، وهنا البول دايمتر بتاعتها والسبيد بتاعتها، وهنا السيجما فاليو اللي هي الاريا المكافئه للسيتلر اللي يعمل نفس التاسك. فمثلا تعال نشوف مثلا ايه، لو انا عندي ديسك سنترفيوج البول دايمتر بتاعته 13.7 انش، يعني قول مثلا ايه قرب ال 30 سم او حاجه، والسبيد بتاعته حوالي 4650 ار بي ام، ده هيديني اريا 39.3 في 10 اس 4 فوت سكوير، اريا كبيره جدا. وده بيوضح لك كفاءه السنتريفيوج. يعني بص مثلا هنا اهو، ده 39.3، ده 2.7، يعني انا لو استخدمت السنتريفيوج ده معنى ذلك انه اقوى واكثر قدره على الفصل بيمكن اكثر من 10 مرات، حوالي 20 مره او 15 مره من التيوبلر سنتريفيوج اللي ليه المواصفات دي وهكذا. يبقى اذا السيجما فاليو هو عباره عن كاركترستيك فيجر او كاركترستيك نمبر بيعبر عن كفاءه السنتريفيوج، وهو فانكشن في ايه؟ فانكشن في نوع السنتريفيوج، فانكشن في الريديوس بتاعه او الدايمتر بتاعته، وفانكشن في السبيد اللي بيلف بيه. مفيد جدا برضو السيجما فاليو في عمليه السكيل اب. لو انا عندي بعمل سكيل اب من مثلا من اللاب للبنش، او من اللاب لبايلوت، او من اللاب لاندستريال سكيل، ف كيو 1 على سيجما 1 هتساوي كيو 2 على سيجما 2. لو انا بتكلم على سنترفيوج له سيجما 1 وسنترفيوج له الثاني اللي هو الكبير له سيجما 2، هيبقى كيو 1 اللي انا بدخلها في التجربه او في السمول سكيل اقدر اجيب على طول من العلاقه دي كيو 2 اللي انا هستخدمها في الفول سكيل او في الاندستريال سكيل. من الابلكيشنز المهمه في السنتريفيوجيشن فصل تو ليكويدز عن بعض. عندي تو اميسبل ليكويدز، وليكن مثلا ايه ميه وزيت مثلا، عايز افصلهم عن بعض. تعالى كده نشوف الميكانيزم او الكالكوليشنز بتاعه الفصل. الفورس اللي بتاثر عندي في السنتريفيوجيشن هي الماس في الاكسلريشن، الاكسلريشن اوميجا سكوير ار كان ده قلناه. طيب عايزين ناخد شريحه او اليمنت من الفورس ديت، فالفورس دي اف هتساوي دي ام في اوميجا سكوير ار. ام هي عباره عن شريحه اسطوانيه واخدها في جزء معين في السنتريفيوج، اختار اي جزء واخد فيه شريحه.
الشريحة الأسطوانية ديت، أي شريحة أسطوانية بيبقى ال دي فوليوم أو الفوليوم إيليمنت بتاعها هو عبارة عن الأريا مضروبة في دي أر. الأريا بتاعتي هي 2 باي أر في بي، 2 باي أر في بي، وال مضروبة في دي أر اللي هو الثيكنس بتاع الشريحة دي، ومضروبة في رو هنا هو عشان طبعا أحول من الفوليوم إلى الماس. البريشر، البريشر عباره عن الفورس على الاريا، فلو خدت اليمنت يبقى دي بي انفينيتيزمال اليمنت دي بي، وهنا دي اف على الاي. الدي اف هاخدها من هنا اهو، دي ام في اوميجا سكوير ار، دي ام موجوده هنا اهو، هتبقى دي اف عباره عن 2 باي ار بي رو اوميجا سكوير ار دي ار، والاريا احنا قايلين هي للشريحه الاسطوانيه 2 باي ار بي، طبعا بي هو ايه؟ ارتفاع السنتريك. هقسم دي على دي هيطلع لي رو اوميجا سكوير ار دي ار. طب تعالى نكمل هنا اهو، ادي دي بي وهنا رو اوميجا سكوير ار دي ار، هعمل تكامل يبقى عندي بي 2 ناقص بي 1 هتساوي رو اوميجا سكوير على 2 ار 2 ناقص ار 1. تعالى كده نشوف انا باخد التكامل بتاعي منين. تعالى ناخد النقطه رقم 2 هي الانترفيس ما بين اللايت والهيفي. طبعا الرسمه دي موضحه لنا ان الهيفي هو اللي بيبقى جنب الوول واللايت اللي هو بيبقى جوه، وده طبعا منطقي لان الحاجه اللي الكثافه بتاعتها عاليه هي اللي بتروح ناحيه الوول في السنتريفيكيشن. فانا هاخد النقطه 2 بتاعتي هي الايه؟ الانترفيس ما بين الهيفي واللايت. خلاص؟ ونقطه 1 هاخد نقطه 1، تعالى كده نشوف واحد هي المخرج بتاع اللايت، يبقى بي 2 ناقص بي 1 هتساوي رو لايت اوميجا سكوير على 2 ار 2 سكوير ناقص ار 1 سكوير. طيب تعالى نطبقها تاني ما بين برضو الانترفيس وما بين مخرج الهيفي. مخرج الهيفي وليكن عند ار هنسميها ار 4 ار 4، يبقى اطبقها تاني يبقى بي 2 ناقص بي 4 هتساوي رو هيفي اوميجا سكوير على 2 ار 2 سكوير ناقص ار 4 سكوير. ولكن أنا عندي بي 4 بتساوي بي 1، ليه بي 4 بتساوي 1؟ لأن المخرج هنا خارج اتموسفير. المخرج بتاع اللايت والمخرج بتاع الهيفي الاثنين خارجين أندر اتموسفيريك بريشر، وبالتالي بي 2 ناقص بي 1 هتساوي بي 2 ناقص بي 4، لأن بي 1 هتساوي بي 4. يبقى أقدر أساوي المعادلتين دول ببعض، يبقى رو هيفي أوميجا سكوير على 2 في ار 2 سكوير ناقص ار 4 سكوير هتساوي رو لايت اوميجا سكوير على 2 في ار 2 سكوير ناقص ار 1 سكوير. يبقى طبعا اوميجا سكوير هتروح مع الاوميجا سكوير و2 مع ال2، يبقى المعادله دي بقدر عن طريقها اعرف طبعا رو لايت ورو هيفي الاثنين دول جيفن من المساله بتاعتي او من الاندستريال تاسك بتاعتي، هقدر اعرف الانترفيس ار 2 ده هيكون موجود فين. ليه؟ لان ار 4 وار 1 دولت اوريدي موجودين، فاقدر اعرف الانترفيس اللي هو ار 2 ده هيبقى موجود فين بالظبط.